بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة والطالبات الأعزاء، طلبة الصف الثاني الثانوي، بنرحب بيكم. وطبعا احنا النهاردة بقى في ليلة الامتحان، وكل طالب وكل طالبة عملوا اللي عليهم وذاكروا كويس وبذلوا مجهود كبير في مادة الكيمياء خلال الترم الثاني. وطبعا ايه محصلة الجهد ده كله هيبان بقى في ايه، في شغلك. وانا بالنسبة لي كل اللي قدرت اعمله قدمت لك ايه وجبة من اهم الاسئلة، سواء اسئلة اخطر او المقالي، في صورة ملزمة صغيرة بنقدمها هدية لجميع الطلبة، وان شاء الله هتلاقي منها اسئلة كتير في الامتحان لانها تقريبا شاملة ايه معظم الترم. وطبعا ايه في جزء في الترم التاني زي ما انت عارف في الباب الرابع اتحذف، فده طبعا هيسهل لك الامور شوية. وهتبدأ بقى ايه تركز بعد ما تاخد الاجازة في الثانوية العامة العام القادم ان شاء الله. تابع وشوف في الاول في الفيديو بعت لك ملزمة بدون حلول، حاول الاول تحل لوحدك وبص على الفيديو حتة حتة، وبعد كده السؤال اللي معاك هتلاقي الحلول في الاخر بعتها لك، وحاول انزلك لينكات فيها اختبارات برضه الكترونية على الجزء الخاص بالترم الثاني في مادة الكيمياء. تابع معايا على قناة ستار بوس، وطبعا ايه ما تنساش طبعا بقى ايه الاشتراك واللايكات والتعليقات، وتتابعني باستمرار، وان شاء الله كده نشوفكم على خير في العام الدراسي القادم في الثانوية العامة، سواء في شعبة علم علوم او علم رياضية. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم الأستاذ أشرف الهادي، كابتن معلمين الكيمياء في إدارة القرى الجديدة. سلام، بالنجاح والتوفيق.